أيها الإخوة المؤمنون، ونواصل مع حضراتكم الاستماع إلى فقرات هذه الأمسية، فنستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة يلقيها علينا الشيخ عمر رشدي عشري من علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات، وبلطفه تستر العيوب والزلات، وبكرمه تقبل العطايا والقربات. الحمد لله الذي أمات وأحيا، وأضحك وأبكى، وأرشد وهدى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ينادي في كل ليلة: من الذي تاب إلينا فما قبلناه، ومن الذي طلب منا فما أعطيناه، ومن الذي استقال من ذنبه فما غفرناه. فأنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب وأغيث المكروب وأرحم الباقي الندوب، وأنا علام الغيوب. إلهي إلهي، كيف أذل في عزك، وكيف أضام في سلطانك، وكيف أخاف في أمانك؟ أنا لا أخاف وفي رحابك عصمتي، أنا لا أضام وفي حماك أماني. أنا وإن بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصيك تسترني، أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وأستاذنا محمدا أرسله ربه من أرجح العرب ميزانا، وأحلاها كلاما، وأوفاها ذمة، وأعلاها مقاما، فنصح الله به الخليقة، وشهر به الإسلام، وحذر به من الحرام. فاللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ خير الأنام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: جاءني جبريل وميكائيل في المنام، فقال جبريل: يا ميكائيل، زن محمدا بعشرة من البشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوزنني ميكائيل فرجحت بهم. فقال جبريل لميكائيل: زن محمدا بمئة من البشر. يقول: فوزنني فرجحت بهم. فقال جبريل: يا ميكائيل، زن محمداً بألف من البشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوزنني فرجحت بهم. ثم قال جبريل: يا ميكائيل، لو وزنت الحبيب محمداً بأهل السماوات وأهل الأرض لرجحت كفة الحبيب محمد. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على النبي محمد. إخوة الإيمان والإسلام، تلا علينا وسمعنا من فضيلة شيخنا آيات بينات
ألا وإننا عباد الله عز وجل نستوقف أمام آية، ألا وهي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تلك الآية عباد الله تعلم العبد كيف يكون وفيا مع ربه، تعلم العبد كيف يكون وفيا مع ربه. فالعبد إذا تعلق بالله لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. هذه الآية تعلم العبد كيف يكون العبد وفيا مع ربه. وكيف لا يكون العبد وفيا مع ربه والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأوفياء؟ سيد الأوفياء محمد صلى الله عليه وسلم. لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الآيات إلا ورفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي أمتي. فأرسل الله عز وجل جبريل إلى النبي محمد، ورب العزة جل وعلا أعلم، فقال جبريل للنبي محمد: ما الذي يبكيك؟ فقال النبي محمد: يا جبريل أمتي أمتي أمتي. فقال الله عز وجل لجبريل: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان وفيا لأمته. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة. كل نبي من الأنبياء قد أعطى الله عز وجل له دعوة قد دعاها. إن لكل نبي دعوة مستجابة، ألا وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كما في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله لي يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اللهم اغفر لعائشة ما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى مالت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: لما ضحكت يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله استأنست بدعائك، أي أحببت دعائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، والذي بعثني بالحق ما من سجدة في صلاتي إلا ودعوت لأمتي بتلك الدعوات. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الأمة ويعلم العبد أن يكون وفيا مع ربه. فالنبات كان وفيا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي الجليل يعلى بن مرة رضي الله تعالى عنه: نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فرأيت شجرة قد جاءت من بعيد فشقت الأرض نصفين حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغطت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ النبي قصصت له ما رأيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا يعلى، إن هذه الشجرة
قد استأذنت ربها في أن تسلم عليه وقد أذن لها ربها. إن هذه الشجرة قد استأذنت ربها في أن تسلم عليه وقد أذن لها ربها. فإن كنا من وقفة أمام تلك الآية قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي، فلا بد للعبد أن يجدد الوفاء مع ربه جل وعلا، يجدد الوفاء بالأعمال الصالحات وبالتوبة إلى رب الأرض والسماوات. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لذا ذكر عباد الله عز وجل أن رجلا قد أطاع الله 20 سنة ثم عصى الله 20 سنة، فلما رأى الشيب في شعر رأسه وفي لحيته قال: أطعت الله 20 سنة وعصيت الله 20 سنة، أفإن عدت إلى ربي فيقبلني؟ فسمع مناديا ينادي عليه فيقول: أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهناك، وإن عدت إلينا قبلناك. أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهناك، وإن عدت إلينا قبلناك. هذا هو الوفاء مع الله عباد الله عز وجل. ففي تلك الآيات أن يكون العبد وفياً مع ربه جل وعلا، وأن يكون العبد وفياً مع النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه، بكثرة الصلاة عليه، لأن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله الهموم وكفاه الله عز وجل وغفر الله عز وجل ذنبه. لذلك مما يروى عباد الله في هذا الباب أن رجلا قد أصيب بدين فذهب إلى تاجر من تجار المسلمين فقال: إن الديون قد أثقلتني، الديون قد أثقلت هذا الرجل. فقال له هذا الرجل: كم عليك من المال؟ قال: 1000 دينار. على الرجل 1000 دينار. فقال الرجل فأعطاه 1000 دينار على أن يعطيه له في موعد محدد وأن يعطيه له في وقت قد تحدد. فلما جاء هذا الوقت عباد الله إخوة الإيمان والإسلام، فلما جاء هذا الوقت جاء إليه التاجر وقال: أين مالي؟ فإن الوقت قد جاء. فقال: والذي خلقني وخلقك لا أجد ما أسد ما علي من دين ومن مال. قال: إذا نذهب إلى قاضي المسلمين. فذهب إلى قاضي المسلمين فقال التاجر لقاضي المسلمين إن هذا قد أخذ مني مالا ولم يعطني إليه. فقال فقال القاضي لهذا الرجل: أحقا ما قال؟ قال: نعم. قال: ولما لم تعطه ماله؟ قال: يا قاضي المسلمين، والذي خلقني وخلقك لا أجد ما أسد ما علي من دين ومن مال. فإخوة الإيمان والإسلام، إن كان من وقفة مع تلك الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فلا بد أن يكون العبد وفياً مع ربه، وفياً مع ربه بالأعمال الصالحات التي يرتضيها له رب الأرض والسماوات. عندها يحقق الله عز وجل فيه قول الله عز وجل، وعندها يحقق العبد قول الله،
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالله نسأل أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. الله نسأل أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء. اللهم أنعم على مصر بنعمة الأمن والأمان والسلم والسلام والسخاء والرخاء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة ألقاها علينا الشيخ عمر رشدي عشري من علماء وزارة الأوقاف، وكانت ضمن فقرات أمسية الليلة التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد النور بعزبة الحريشي بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.